الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة. وما كنت أريد أن أعكر عليكم هذا الطعام اللذيذ بهذه الكلمات، إلا أن الإخوة قد أصروا فجزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أود أن أذكر نفسي وأحبابي وإخواني بوصية موجزة مختصرة، فأقول إن أشرف وظيفة على ظهر هذه الأرض هي وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا، ولما لا والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء وعمل المرسلين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لن أطيل عليك أيها الحبيب، وإنما أود أن أحملك هذه الأمانة وأن أكلفك بهذه المسؤولية، فتدبر معي جيدا هذه الكلمات للإمام ابن القيم طيب الله ثراه، إذ يقول ابن القيم في تعليقه على قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ابن القيم: فلا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هذا الكلام خطير جدا. يقول: فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. يا إخوة، إن الذي يعيش لنفسه، لشهواته، لنزواته، لرغباته، لتجاراته، لنسائه وأولاده وفقط، قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا، ولكنه يعيش فقيرا ويموت حقيرا. ما هكذا تكون الرجولة ولا الفحولة، وإنما الرجولة الحقيقية، الرجل الحق التابع للنبي بحق، هو الذي يعيش لدينه لدعوته. فالدعوة إلى الله همه في الليل والنهار، وشغله في السر والعلن، وفكره في النوم واليقظة، يبذل لها المال والوقت والجهد والعرق والمال، بل والمهج والأرواح إن تطلبت الدعوة منه ذلك. فيجب علينا جميعا أيها الأحبة أن نحمل هذه الراية وأن نحمل هذه الأمانة التي حملنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كما في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية. كم تحفظ أنت من آيات الله أيها الحبيب الكريم، وكم تحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغوا عني ولو آية. فيجب على كل مسلم من الله عليه بهذا الحق، بهذا المنهج المنير، أن يتحرك به على الفور. وأنا أعجب لهؤلاء الأطهار الكرام أصحاب النبي الأخيار، ما من الله عز وجل على واحد منهم بهذا النور إلا وتحرك على الفور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على قدر ما من الله به عليه من علم. أبو بكر رضي الله عنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانطلق على الفور بهذا القدر البسيط جدا، فجاء إلى النبي في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل جاء مكة فحذر من رسول الله حتى حشى أذنيه قطما، خوفا من أن تتسرب إلى أذنيه كلمة من كلمات الحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فرأيتني قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول، فقال لنفسه: يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر، فما الذي يمنعك أن تسمع لهذا الرجل؟ فانطلق الطفيل فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فشرح الله صدره للإسلام بعدما عرض النبي عليه الدعوة. العجب يا إخوة أن الطفيل بن عمرو، هذا الرجل الذي مر عليه في دين الله لحظات، يقول للنبي: أرسلني داعية إلى قومي يا رسول الله.
حمل هم الدعوة على الفور. وأنا أود أن نفرق إخواننا وأحبابنا بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله. كم من إخواننا الذين من الله عليهم بقدر كبير من القرآن والسنة الصحيحة ومع ذلك تراه متقاعسا عن دعوة الناس إلى الحق، أقول له لماذا لا تحرك؟ يقول أنا لازلت أطلب العلم. ومن الذي قال لك بأن طلب العلم سينتهي في لحظة من لحظات العمر؟ فرق أيها الحبيب بين طلب العلم الذي لن ينتهي إلى أن يلقى العبد ربه، وبين أن تتحرك بقدر ما من الله به عليك من علم لدعوة الناس. بل أنا أرى الآن أنه من الواجب على كل شبابنا وإخواننا إن من الله عليهم بالقرآن والسنة الصحيحة أن يحرصوا على المنابر، لأنك إن ارتقيت المنبر بقدر بسيط من القرآن والحديث الصحيح حفظت المنبر من أن يرتقيه مبتدع. وما أكثر هؤلاء الآن الذين يهرفون بما لا يعرفون. ففرق بين طلب العلم وبين الدعوة. من الله عليك الآن بالمنهج الحق، تحرك، لابد أن يحترق قلبك لهذه الأمة المسكينة. ولا نملك الآن على الإطلاق إلا أن نحول قلوب الناس بكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الرقيقة. طلب العلم لن ينتهي. رأى رجل الإمام أحمد بن حنبل وهو رآه يحمل المحبرة، فقال له: يا إمام بلغت؟ ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الإمام أحمد: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة، سأظل أطلب العلم حتى ألقى الله. لا تغتر، فلقد أمر الله نبيه بطلب الزيادة من العلم إلى أن يلقاه. قال سبحانه: وقل رب زدني علما. وسيظل هذا الأمر قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قل وسل الله أن يزيدك علما في كل لحظة من لحظات حياتك، فإن أغلى ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم. ففرق أيها الأخ الحبيب بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله. تحرك بالدعوة على قدر ما من الله عليك من علم. المهم أن تحمل هم الدين في قلبك. نحن لا نملك تلفازا ولا إذاعة ولا جريدة ولا مجلة تعبر عن قضيتنا بصدق ووضوح. لا نملك إلا المنابر، ونسأل الله أن يحفظها لنا وأن يبارك لنا فيها، وإلا الكلمة الطيبة. وهذه المرحلة ندين الله بأنها مرحلة دعوة. الأمة ابتعدت وانحرفت عن المنهج، ويحتاج المسلم الآن أن يتعرف على الحق. المهم كيف تفتح نفس المسلم، كيف تفتح قلبه. أود أن يعلم شبابنا وإخواننا أننا حينما نتعامل مع الناس نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية. فتعرف على مداخل النفس البشرية لتستطيع أن تصل إلى الناس بيسر وسهولة، لتبلغهم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن نرى أن الناس فيهم من الخير ما يحفزنا إلى أن نتحرك بينهم في الليل والنهار لنحول بدعهم إلى سنن، وحرامهم إلى حلال، وجهلهم إلى علم، وشرهم إلى خير. والواقع يؤكد لنا أن الداعية ما عليه إلا أن يبلغ دين الله بحكمة ورحمة وتواضع، وسنرى الأرض تخرج الخير الكثير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فكن من حواري وأنصار رسول الله الذين حملوا رايته وحملوا دعوته وانطلقوا بجد ورجولة يبلغون ما أمرهم به ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وأحذر نفسي وإياك أن نكون من هذا الخلف الذي ضيع هذه الأمانة وهذا الحمل الثقيل. واعلم بأن العمل لدين الله شرف،
وبأن حمل راية الدعوة شرف، فمن شرفه الله بالسير على درب الأنبياء الدعاة إلى الله جل وعلا فليسجد لله شكرا ولا يضيع هذه النعمة. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم أهلا لها، وأن يشرفنا وإياكم بدعوته والعمل لدينه، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يمكن لهذا الدين، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر شيخنا على هذه الكلمة الطيبة النيرة إن شاء الله، التي نسأل الله أن ينفعنا بها وأن تدفعنا إلى العمل في ساحة الدعوة ابتغاء نصرة دين الله تبارك وتعالى. وهنا طلب من بعض المشايخ وطلبة العلم والشباب الحاضرين، يريدون من الشيخ وبإلحاح أن يعرفهم عن سيرته الذاتية وكيفيته لطلب العلم، فنرجو أن لا يرد هذا الطلب، لعله يكون دافعا وحافزا للإقدام إن شاء الله للعمل فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، ولطلب العلم أيضا الذي هو البصيرة والمفتاح إلى الخير دائما. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. هذه سيرتي والله أعلم. نبدأ الآن بالأسئلة. كثير من الأسئلة تصدرتها عبارة إني أنا أحبكم في الله يا شيخ. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله، وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول إن أفضل الكتب التي تتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب محقق جميل هو كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهناك أيضا صفة الصفوة للإمام الجوزي رحمه الله تعالى. فلو أن الإنسان يعني طالع هذين المرجعين الكبيرين لا يعني حصل خيرا كبيرا وفيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كتب معصرة كثيرة محققة لكثير من إخواننا من أهل العلم والفضل، فلا مانع على الإطلاق من أن يستفيد الإنسان من هذه الكتب والمراجع، لا سيما التي بسطت سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أجزاء صغيرة للأطفال، ليتعلم أبناؤنا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب سهل بسيط. يقول سائل: يا شيخ عذابك الله، هل كل الصحابة يعودون مع العلم لأنه قد وقع من بعضهم بعض الكبائر كالزنا وشرب الخمر؟ نعم، الراجح والله تعالى أعلم أن كل الصحابة عدول رضوان الله عليهم جميعا، وإن زل أحدهم في كبيرة من الكبائر لبشريته فهذا أمر لا يقدح في عدالته، إذ أنهم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل. فكلكم يعلم قصة ماعز وقصة الغامدية، لم تأتي بماعز ولا بالغامدية شرطة ولا هيئة، وإنما أقبل بأنفسهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب أن يقيم عليه الحد. فكل صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام توفرت له شروط الصحبة المعلومة عند علماء الحديث بصفة خاصة، فهم عدول كما قرر ذلك جماهير أهل العلم والله تعالى أعلم. يقول الشيخ: نريد منك نصيحة للآباء الذين يضعون في بيوتهم جهاز الدش وهو المعروف بالستلات. أقول بأن الأمة ابتليت بهذا الغزو الفكري الخطير الذي دمر عقيدتها وأخلاقها وأفسد أبنائها وبناتها، ومن أخطر هذه الوسائل وسائل الإعلام. استطاع الغرب أن يحارب الأمة فكريا بعدما فشلوا عسكريا، بعدما خرجت جيوشهم من بلاد المسلمين جندوا جيشا فكريا أمينا على كل أهداف الغرب، واستطاع هذا الجيش أن يبث هذا الفكر المنحرف الضال، فشوش العقيدة وأفسد الأخلاق
وأنا أذكر يا إخوة يعني سبحان الله كنت بتكلم مرة على التلفزيون وبحذر وبقول إحنا ما بنسقطش الحكم بالتحريم على جهاز التلفاز كشاشة وأزرار ومفاتيح، وإنما نسقط الحكم بالتحريم على هذا الجهاز لما يبثه من عفن ومن تدمير للعقائد والأخلاق. فرد علي رجل حقيقة مدير عام وقال لي سبحان الله يا شيخ، وكأن أنت بتتكلم كده عن التلفزيون، هو أنت ما عندكش تلفزيون؟ قلت له لا. قال والله حرام عليك، في بيتنا يبقاش فيه تلفزيون؟ وأذكر أول ما تزوجت الزوجة الأولى أخوات، بس احتمال بكرة ما يحضروش المحاضرة بعد الكلمة دي. فجاءني أخ زائر من أهل السويس الكرام أثرياء وجايب لي هدية. الهدية إيه؟ ها؟ آه طبعا تلفزيون ملون بتالي 94 بوصة ضخم جدا، مش عارف يعني. فالحقيقة مش معقول أرد الرجل على الباب، عم نتكلم في فقه الدعوة دلوقتي. فاستقبلت الرجل وجلس ووضع هذا فالمهم بدأت نتكلم وذكره بالله عز وجل، وبعدين في الأخير وهو بينصرف قلت له يعني ارفع معك هذا. قال ايه؟ في ايه؟ قلت له التلفزيون. قال ده هدية يا شيخ، هدية الفرح. قلت ما لقيتش المصيبة اللي تدخلها بيتي تلفزيون. فقال ايه الموضوع يعني ايش فيه؟ قلت له بدأت ابين له. فالمهم حمل الرجل التلفاز مرة اخرى وكأنه قد صدم، يعني صدم فعلا، ولكنني اردت يعني ان اخفف عنه، فقلت يعني بعه او استرد ثمنه مرة اخرى واحضر لي بهذا الثمن كتبا، فكلما قرأت وتعلمت وعلمت تؤجر ان شاء الله. اما انت الان فانت آثم، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا الى خير او هدى فله من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلال كان عليه من الوزر مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. فالحقيقة يا اخوة التلفزيون خطير جدا. رحت احج مرة والاولاد راحوا عند جدهم، فالجد عنده تلفزيون، فالولد صغير والبنت صغيرة اطفال، فرجعت البيت لقيت البنت متحزمة بترقص، ولقيت الولد بعد ما شرب الشاي بيمسح الشاي كده وبيمص اصبعه. استغربت انا، ايه يا ابن الكلام ده؟ تعالي يا ابن اسماء ليه كده؟ قالت يا ابي ممكنوا في التلفزيون بيعملوا كده وكانوا الناس بيسقفوا لها. وانت يا احمد؟ قال والله كان بيعمل كده في التلفزيون الناس بتضحك. طفل مقلد يا اخوان، والله العظيم ستجني حنظلا مرة. انت ما بتصورش قد ايه لما اطفالنا يجلسوا امام التلفزيون، مش اطفالنا وبس، ده ابائنا وامهاتنا. اول ما التلفزيون فتح تلاقي الكل قاعد قدام التلفزيون كده وكأن على رأسه الطير، بقه مفتوح يدخل الدبان ويطلع، مش هو مش هد خالص، يعني خشوع نسأل الله السلامة والعافية. فما انتش قادر تتصور او تصور معاه ان طفل من اطفالنا يشوفه مثلا ممثل هابط ساقط حقير لا يجيد ادوار الا ادوار اللصوصية والاجرام والزنا والدعارة والفسق والحلال، وفي نفس الوقت هو نفس المجرم ده يطلع في دور تاني عمر بن عبد العزيز هارون الرشيد ومركب ده ماسك سبحة وعمال ينطق بالحكمة والكلام البليغ. ده الكلام ده في منتهى الخطورة، ده في منتهى الخطورة على نفسية أولادنا ونحن لا ندري، بل شبابنا. ليه؟ طفل. الله، مش هو ده فريد شوقي أو فلان أو فلان اللي كان بيسرق في الفيلم بتاع كذا أو كذا؟ آه، طب ده هو الوقت. مش هو تعرف المراد بالكلام ده إيه؟ خلخلة وزعزعة وتدمير نفسية الطفل عشان يدخل في صراع نفس رهيب انه الاعلام عاوز يقول له ما تخافش، ما فيش فرق بين الفضيلة والرذيلة والحلال والحرام والحق والباطل، ما هو ده هو ده. وبعدين يقوم ينظر الطفل بعد ذلك الى تاريخ هؤلاء الاسود القذر النجس نظر عادية جدا. لسه القضاء حكم على ممثلة ساقطة هبطة عندنا في مصر الاسبوع اللي فات بسنة سجن
وغرامة. ليه؟ لأن يعني قدمت في فيلم بيعرض في السينما مشاهد تخدش الحياة. سبحان الله، قلت سبحان الله، مشاهد هو في حاجة يعني مع الحياة. إعلام أفلام تعزف على وتر الجنس والدعارة، وطبعا الدش دخل زاد الطين بلة. تعرفين قناة السيجما؟ طبعا ربنا يعطينا وإياك. قناة السيجما بتعرض الدعارة، يعني بيوت المسلمين ملئت بالدعارة إلا من رحم الله، والرجل جالس طوال الليل يشاهد الداعرين والداعرات. رجل عندنا سبحان الله، رجل فلاح في قرانة، لقيته قدش. تعرف لا، الله يقتل شيطانك يا شيخ، دش يا ابن الحلال، احنا ناس فلاحين. قال لي ما اصلنا والله عندي بنات وعاوز اعلمها كل حاجة. شوف الخيبة، يعني لو قال صبيان عنده ولاد ذكور كنا نقول يعني ناس عاوز يطلع الواد مخربش، انما بنات. ان الله وان الله راجعون. فالحقيقة يا اخوة الاعلام في منتهى الخطورة، والله العظيم والله الإعلام الآن يحول العباد الزهاد إلى فساق فشاق. أفلام ومسلسلات وبرامج وتمجيد ونفخ نفخ للممثلين والممثلات. حتى الولد النهاردة يطلع حلق كابوريا. ايه يا ودي؟ يقول أصلا عاوز أبقى زي مايكل جاكسون. طب تعالى تعرف ايه عن مايكل جاكسون؟ أعرف كذا. والله العظيم احد مشايخنا بيقول لي، انا كنت بختبر في لجنة قرآن ودخل علينا طلاب من الازهر بنختبرهم في القرآن عشان الخطابة، فدخل طالب فالشيخ بيقول له يعني حفظ قد ايه من القرآن؟ قال له والله يا مولانا يعني وقعد يعمل له كده. قال له ايه يعني؟ يعني اقصر الصور. قال له طيب ما انتش حافظ حاجة من اغاني العندليب الاسمر ام حليم حافظ؟ قال له أحفظها كلها والحمد لله. قال له طب قل لي حاجة، أي حاجة. إن الله وإن الله راجعون. معلش سامحوني أنا متعمد عشان شديت عليك في المحاضرة فنخفف شوي، هذا من فقه الدعوة أيضا. فسبحان الله الإعلام يعزف على وتر الجنس، الدعارة، العنف، الجريمة والبرامج، وبعدين بعد كل الهم ده حديث الروح. يا روحي عليك. طيب وخمس دقائق ويبدأ بالموسيقى وينهي بالموسيقى، وبعد حديث الروح فن البليه البلاء، بنات يرقصن شبه عراية فن البليه. ويجي المذيع بقى وهو بيقدم الفقرة، يعني سبحانه كأنه بيقول بيان عسكري ان الأمة فتحت القدس. صحيح. فأنا أحذر آباء الفضلاء، والله سنة يعني الأمة الآن يعني تجني الحصاد المر من هذا الغزو الفكري الذي دمر أخلاقنا وبيوتنا. صحيح الحل اللي أنا بقدمه الآن حل سلبي، يعني أقدم لك الآن حلا سلبيا، وهو أن تحمي بيتك الآن من هذا العفن الفكري ومن هذا الجهاز الخطير. يوم يخرج علينا يقول لك بس الأولاد هيطلعوا معقدين جهلاء، هات كمبيوتر ما فيش حرج. إذا عاوز تعلم الأولاد هات شاشة فقط وعلم الأولاد برامج معينة، الكمبيوتر اعرض عليهم افلام معينة بعد مراقبتها بشدة. لكن تلفزيون هتقدم ايه؟ مش ما تقوليش ان الزوجة بتتحكم، مستحيل ابدا. يكبر الشباب وتطلع برا الام يعني ايه بتتسامح مع الاولاد وترجع ايه ام فلان لك والله يا شيخ ما في حاجة نص ساعة وخلاص، وتجني انت الثمار المرة. فاحذر الاباء والامهات من هذا الجهاز الخطير التلفاز، فضلا عن هذا البث المباشر الذي أسأل الله أن يحفظ الأمة من خطره. وقد قرأت، كنت في أمريكا من شهر تقريبا، سبحان الله وقفت على دراسة يعني والله تخلع القلب، وقفت على دراسة بيقول بأنه في سنة 2007 هيكون في أكثر من 1000 قناة للبث. 1000 قناة، ده لو الواحد قاعد بس ينقل على القنوات مش هيكفي 24 ساعة. هم عاوزين يدمروا الأمة تدميرا. فأرجو من آبائنا الفضلاء ومن أمهاتنا الفضليات ومن إخواننا وأخواتنا أن ينتبه الجميع إلى هذا الخطر، والله أسأل أن يحفظ شبابنا وأبناءنا. اوعى تفتكر أن ابنك هيطلع معقد لما تبعده عن هذا العفن، إطلاق يطلع نقي طاهر نظيف. عندنا من أبنائنا ولله الحمد 12 سنة يحفظ القرآن كله و2000 حديث من أحاديث رسول الله. عندنا 13 طفل
وسبحان الله منهم من تقول له أخ كفيف أعمى سنه 13 سنة يا شيخ شحات اقرأ لنا مثلا صورة كذا يقرأ، تقول له الآية دي في الربع إن هو يقول لك في الربع الفلان صورة إيه صورة كذا الجزء إن هو الجزء كذا أعمى لا شاف تلفاز ولا سينما. وأسأل الله أن يحفظ أبناءنا إنه على كل شيء قدير. إنني شاهد المسلم في المعاصي وأريد التوبة وقد تأثرت بهذه المحاضرة وأريد سلوك طريق الالتزام، كيف السبيل إلى ذلك؟ أول خطوة عملية أضع قدمك أيها الحبيب عليها هي أن تصاحب إخوة أطهارا أخيارا يذكرونك بالله إن نسيت ويأخذون بيدك إلى الطاعة إن انحرفت. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفسك. يعني شوف الجواب يبدأ منين؟ الصحبة. الصحبة روى ابن ماجة في سننه بسند حسنه شيخنا الألباني إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فاحرص على مفاتيح الخير وابتعد عن مغاليق الشر، لأن ممكن الشاب من أبنائنا يكون في أسرة محافظة جدا وتقية وملتزم، لكن أنا أقول لك أيها الوالد الكريم إن من أخطر ما يؤثر في عقلية ونفسية وأخلاق الشاب الصحبة في الشارع، بل قد يتأثر الولد بصحبته في الشارع أكثر من تأثره بالبيت، لا سيما إذا كان الوالد منشغلا أو إذا كانت الأم منشغلة. فالحقيقة أنا أقول الشاب يحرص على صحبة مؤمنة خيرة تذكره بالله وتعينه على الطاعة وتأخذ بيديه إلى الحلال وإلى الحق. في فرق كبير أوي بين شاب لما كن ماشي معاه ما صليتش الفجر وقولك فين جيتش ليه ما حضرتش الملتقى ليه حضرتش المحاضرة ليه، وشاب آخر لك شايف البنت دي والعياذ بالله شفتش الفيلم بتاع أمس، مصيبة. ممكن يكون الخير جوه قلب الشاب لكنه إذا رأى العوامل عوامل الهدم تتوالى عليه قد ينحرف وقد ينجرف. فأنا أقول لهذا الأخ الكريم احرص على صحبة مؤمنة تذكرك بالله. ثانيا احرص على مثل هذه البيئات، بيئة الطاعة. تدبروا معي الحديث الجميل ده رواه أبو نعيم والديلمي وصححه شيخنا الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني القلب أحيانا تعلوه سحب الذنوب والمعاصي فتحجب نور الإيمان في القلب، فإذا من قشعت سحب الذنوب والمعاصي بالتوبة والطاعة والإنابة والوجود في بيئة الطاعة التي تقوي الإيمان في القلب يقوم يقوى نور الإيمان. فعرض نفسك لبيئة الخير أيها الشاب الحبيب. البيئة دي أنا أتحداك الآن إذا قلت لي بأن حال قلبك بين يدي الآن كحال قلبك أمام التلفاز، حد يقدر يقول كده يا إخوانا؟ مش ممكن. الآن بتسمع قرآن بتسمع حديث عايش مع السلف عايش مع الأطهار، بيئة الطاعة تقوي الإيمان في القلب، إنما بيئة المعصية تضعف الإيمان تمحت في الإيمان إلى أن تقضي على هذا البنيان العظيم. فيا أيها الشاب الحبيب احرص على بيئة الطاعة، بيئة مجالس العلم تسمع فيها عن الله وعن رسوله وتتعلم فيها الحلال والحرام. الأمر الثالث وهو من أهم الأمور استعن بالله. قال أحد السلف عزوا عليه فقربهم وهانوا عليه فطردهم. تدبر هذه، عزوا على الله فقربهم وهانوا عليه فطردهم. اوعى تفتكر انك قاعد كده يعني بكيفك، ولا ذلك فضل الله عليك. غيرك الان جالس امام فيلم داعر او مسلسل فاجر، اما انشف من منذ متى وانت جالس؟ بقالك اكثر من 3 ساعات او 4 ساعات انت جالس صبرت نفسك على طاعة الله وصبرت نفسك عن معصية الله جل وعلا، ذلك فضل من؟ فضل الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأنت الآن في نعمة من أجل النعم، والله يا إخوة قد لا نعرف قدر هذه النعمة، نعمة الطاعة اللي احنا فيها دي يا الله. اللهم احفظ عليها احفظها علينا يا رب وثبتنا على طاعتك وأعزنا بها ولا تذلنا بمعصيتك. الطاعة عز والمعصية ذل.
الطاعة عز والمعصية ذل، قمة الذل. قال الحسن: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وإن هملجت بهم البغال، وأعزنا بها ولا تذلنا بمعصيتك. الطاعة عز والمعصية ذل، الطاعة عز والمعصية ذل، قمة الذل. قال الحسن: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. وأنا أقول: ويأبى الله إلا أن يكرم من أطاعه واتقاه. تقوى عز، والمعصية ذل، وما فيش أعظم ولا أكرم من أن تكون قريبا من الله. فيا أيها الشاب الحبيب، استعن بالله أن يثبتك على الطاعة وعلى التوبة، وأن يحفظك من الوقوع في المعصية، لأن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، والفتن تعرض على القلب. فسل الله أن يحفظ قلبك وأن يثبتك على الطاعة وأن يحفظ قلبك من المعصية. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وذكرت أن ابن الجوزي رحمه الله قد ذكر عن شيخ من الشيوخ أن تلميذا له قال له أنه سأل تلميذا له فقال: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ فقال: والله أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن بحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن بحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. فقال: يا بني، ذاك أمر يطول، ولكن إن أردت النجاة فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها. كذا إن أردت النجاة في الدنيا فاستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وأسأل الله أن يتقبل منك التوبة وأن يثبتنا وإياك عليها، إنه على كل شيء قدير. هنا طلب من كثير من الشباب، يقول: يا شيخ، جاءتنا العشرات، أو يا شيخ، نريد منك إلقاء قصيدة وعظية، فنترك لك اختيارها لا إلغاء. الشيخ وافق بإذن الله. طب أكمل في شطر آخر في السؤال يا مكاد، يا كن أحب إلي. كرم الشيخ أنه وافق على سنتين الله الحمد. قال: كذلك نريد أن تشرد لنا قصتك مع المرأة التي تدعو، التي كانت تدعو عند القبر البدوي. والله أنا أفضل اختيار الثانية، لأن القصيدة مرهقة، يعني ترهق. نسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص. أنا وعدت الحقيقة، لكن يبدو أن الحنجرة كذا شحرت. الله يبارك فيك. يعني احنا الان الحمد لله جلسين في جلسه يعني فرفشه والحمد لله طيبه، فما فيش داعي نعكر يعني الصفو. الحقيقه القصه انه اخواننا في طنطا، بس ما يكونش حد من طنطا هنا يزعل مني. انت خلاص سامحنا، يعني نجيب لك شويه حمص ونجي المره الجايه ان شاء الله. المهم اخواننا كل سنه يكلموني على اللي بيحصل عند قبر البدوي وكده، فنقلت: والله يا إخوانا، يعني أريد أن أصل إلى السند من أعلاه، فأرى بعيني وأسمع بأذن. أنا عاوز أجي المولد وأشوف. يعني خلاص تعالى نرتب لك زيارة إخوانا في طنطا وندخل. فالحقيقة غطيت وجهي، لأن لو أحد من الإخوة شافنا هيقول لك: الشيخ بقى ده الوش كبير. وذهبت، وطبعا يعني كان منظرا بشعا فعلا، يعني بخلاف ما ينقل إلينا. يعني تصور العام الماضي كان قرابة مثلا 2.5 مليون حاج للبدو، عدد ضخم جدا. لا ويطلع علينا ويقول لك: يا اخوانا بلاش توحيد بقى، بكفان تزهق في الامة من الحديث عن التوحيد. 2.5 مليون. المهم سبحان الله، خدت معايا كاسيت صغير كده، يعني زي شغل اخوانا الصحفيين، وحبيت يعني اعمل تحقيق على ارض الواقع. فأول شيء دخلت الأخ بتاع حمص في الساحة، حمص حلاوة، فسلام عليكم. وعليكم السلام. إيش يعني حال المولد السنة دي؟ قال لي: يا شيخ الله يقطع السنية وسنين السنية. قلت: أعوذ بالله. ليه خير؟ السنية عاملين إيه؟ هل فضل يقولوا الموالد حرام، الموالد حرام؟ فين أيام زمان؟ كنا ما كانش يجيلنا هنا أقل من 5 مليون، السنة دي 2 مليون بس. قلت له: بس 2 مليون بس. فالحقيقة يعني بالمقارنة إلى ما مضى العدد فعلا بدأ يقل، ولا ذب إلا الكبار خالص اللي. فنسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا.
المهم إخواننا الإخوة جزاهم الله خير يعني أحاطوني كده وفضلوا يزقوني لحد ما وصلوني لحد القبر، عاوز أشوف حقيقة. فطبعا زحام رهيب جدا وقتال، فرأيت امرأة كبيرة يعني تكاد تكون مثلا تجاوزت 45، يعني مش بنت صغيرة، وبعدين واقفة عند القبر بخشوع وبتبكي، وبعدين لقيتها بتقول له ايه، انا زعلانة منك يا سيد. قلت الحمد لله كويس. فالحقيقة يعني شديد جدا. وبعدين لقيتها يعني بتقول له بعدها ايه، شوف بقى الكلام الخطير، كأننا بجيب لك الندر، الندر يعني النذر، كأننا بجيب لك الندر بقالي 4 سنين او مش فاكر 5 سنين، وما انتش عاوز لحد النهاردة تديني حتة عين. سبحان الله، كلام خطير خالص، كلام شرك. والأمة يا أخوانا موحدة وخلاص بقى بطلوا يعني كفاية كده. هالكلمة يعني قلت بس ما هو يعني لازم أمر بمعروف وأنهى عن منكر، بس ما يكون يعني أمر أنهى عن المنكر بصورة غير منكرة، وإلا عينك ما تشوف إلا الفمص ما أنتش هتخرج. وبعدين برضو ما إنكار المنكر له ضوابط، وإذا كان عبد القيم رحمه الله، ندخل يعني حتة تفصيلية جميلة كده جاءت القدر، من أروع ما أصله في هذا الموضوع ابن القيم، إذ يقول لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. في الكلام العجيب يقول ابن القيم ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيقوم شاب متحمس بقى يقول لي استنى يا مولانا تموت الأمة كده، ده كانت مرحلة الضعف في مكة. هقول له بس اصبر وشوف ابن القيم بعدها بيقول ايه، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إيش رأيك في الكلام النفيس ده؟ رحم الله ابن القيم وطيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم. فقلت تأخذ الست يعني كده إيه مع زحام رهيب الحقيقة وإخواني معايا جزاهم الله خير. فبقول لها يا أختي، قالت لي نعم. قلت لها انت حطيت النذر يعني وضعت النذر في الصندوق؟ قالت ايوه. قلت لها بقالك كم سنه بتحط النذر؟ قالت 5 سنين. قلت لها فين الصندوق؟ قالت اهو قدامك اهو، انت ما حطيتش يا اخويا، حطيتش النذر بتاعك، اهو الصندوق اهو. فقلت لها والصندوق مقفول ولا مفتوح؟ قالت لا مقفول، خلي بالك الصندوق مقفول ما شاء الله محطوط عليه قفل قد كده اهو. فقمت انا قلت لها طب ايه رايك يا حجه اذا كان البدوي ممكن يعطيك عين، يعطيك عين وحامي طنطه يحمي طنطه كلها وما يقدرش يحمي الصندوق بتاع النذور بتاعه؟ قالت لا. قلت لها امال قافلينه ليه؟ امال قافلين الصندوق ليه؟ ما يفتحوه وهو يحميه، خلي الناس تسترزق. ها تسترزق طبعا بالهمزه مش بالقاف. قامت الست قالت لي بصت لي كده يعني ايه كانها استغربت الموضوع بدا. قلت لها حاجة لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، انت ما يملكش لنفسه اي شيء، انما الملك فوق على العرش استوى، اسال الملك جل جلاله. الست بصت لي نظرت الي حملقه. قلت لها اذا اردت الولد اسال الله واستعيني بالله عز وجل واطلبي من الله، لأن الضار النافع هو الله والمعطي المنع هو الله. وبدأت سبحان الله بكلمات بسيطة جدا إخواننا، والله غرقت عيناها بالدموع وخرجت من هذا المكان في كلمات قليلة جدا تقول لي والله يا ابني ما عدت جاية هنا مرة ثانية وأنا ما عدت أسأل إلا ربي. قلت هذا يبين لنا تقصيرنا في الدعوة إلى الله، فيا أيها الشباب
لا تجلسوا وتكتفوا بإصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع، وأنتم ما أقمتم عليهم حجة الله وما رفعتم عنهم الجهل وما بينت لهم الحق. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. ما تجيش تقيم عليه الحجة وكل همك انك تطلع تقول اقمتها عليه ولكنه مستكبر وعلى باطل وعلى ضلال. يا اخي انا ما فهمتش الحجة، فهمني الحجة وارفع عني الجهل بحكمة ورحمة وتواضع. واسأل الله ان يرد الامة الى التوحيد ردا جميلا، انه ولي ذلك مولا. نعم نعم ايش رأيكم نخليه يصوم 3 ايام؟ نعم جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا مانع أن أذكر نفسي وإخواني، فكلما قرأت القرآن ووقفت مع آياته رأيت أن أعظم وأجل وأكثر آيات القرآن هي الآيات التي ترغب وترهب وتذكر بالجنة وتحذر من النار. وبكل أسف قد نتهم من قبل البعض بأننا لا نفهم الواقع ولا نجيد الحديث عن الواقع، ونطنطن وندندن نائما حول الجنة والنار. وصلى الله على نبينا المختار يوم أن سأل رجلا من أصحابه فقال له هل تدعو الله؟ قال نعم. قال فبماذا تدعو؟ فقال الرجل والله يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا رجل مسكين بقول كلمات بسيطة كلمتين وخلاص، إنما الكلام بتاعك الجميل أنت ومعاذ أنا ما أقدرش عليه، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال فبماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي حولها أنا ومعاذ ندندن، والله ما بنخرج عن هذا، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. والحقيقة يا إخواننا احنا في عصر طغت فيه الماديات زي ما انتم شايفين والشهوات، وانشغل الناس عن رب الأرض والسماوات ولم يعد أحد يتفكر في الموت، مع أن النبي قد أمرنا قال أكثروا من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. والحديث رواه بعض أصحاب السنن بسند حسن، وهناك من أهل العلم من صححه من حديث عمر. والله جل وعلا يعني يكثر في القرآن من الترغيب ومن الترهيب. فالدنيا يا إخوة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فتدبر هذه الكلمات التي تبين لك حقيقة حياتك لعلي زين العابدين، وهي أطول مما طلب أخونا المبارك، وفيها موعظة رقيقة أسأل الله أن يرقق بها قلوبنا وأن ينفعني وإياكم بها. يلخص لك حياتك أيها العبد المسكين ويقول سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها، من كل عرق بلا رفق ولا هوني. كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني.
واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح ممطرحا، وصار فوقي خريض الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، صلوا علي صلاة لا سجود لها ولا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجزين بعد الموت بالحسن. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان، وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.